اهلا بيكم شباب سنه اولى، دي اول محاضره من محاضرات البراكتيكال في الانترودكشن بايوكيمستري. في الانترودكشن هناخد 4 سكاشن. السكشن الاول بيتضمن سلوكك المفروض جوه المعمل وشكلك عامل ازاي، وهنتناول برضو بعض الخطوات الشائعه في التجارب البايوكيميائيه المختلفه، وبرضو بعض السيناريوهات الامرجنسي سيناريوز اللي انت ممكن تتعرض لها وانت موجود في المعمل او حتى وانت شغال في ميديكال فيلد. وفي النهاية هنتناول الانسترومنتس وبعض الأجهزة اللي ممكن تشوفها في المعمل. يعني السكشن عبارة عن كأنه كده ألف به معمل بايوكيمستري، كأنه يعني اتفاق على لغة مشتركة ما بين الانستراكتورز وما بين الطلبة. في الجنرال أبيرنس طبعا لو انت بتبص على كتاب الكلية البراكتيكال هتلاقي فيه اختلافات يعني في التنظيم وفي بعض الحاجات اللي احنا اختزلناها في المحاضرة دي. انا عايزك ما تقلقش خالص لان احنا هنقول كل الكلام ولكن بنظام مختلف، يعني نوعا ما يساعدك انك تفتكر الايتمز والعناوين الرئيسية تحت كل جزء. يعني لما نقول مثلا الجنرال ابيرنس، سؤال يقول لك يعني ايه جنرال ابيرنس؟ يعني كل الحاجات اللي انت ممكن تعملها وكل الاشياء والايتمز اللي انت ممكن تلبسها عشان تدخل وتشتغل في معمل. فاحنا هنقسمها كالاتي: من اول فوق خالص انت ايه المفروض تلبسه في راسك عشان تحمي نفسك وانت شغال في بيئة المعمل؟ اكيد هتلبس غطاء طبي، فيقول لك الغطاء الطبي ده اسمه هيد كاب او ميديكال كاب. طب ننزل شويه، ايه المفروض تلبسه عشان تغطي عينك؟ فيقول لك دي حاجه اسمها سيفتي جوجلز او سيفتي جلاسز، الاثنين يمشوا في الامتحان. تنزل كمان شويه، دي الحاجه اللي كنا لابسينها من سنه كده ولا حاجه ايام كورونا، كان يقول لك دايما البس الماسك. فالمفروض فعلا تلبس سيرجيكال ماسك او ميديكال ماسك وانت شغال في معمل. بعد كده هتلبس ايه على المفروض جسمك؟ هتلبس الوايت كوت، كويس، ولازم يكون طبعا كلين، يليق طبعا بالشغل ويليق بشخصيتك كطبيب. في الايدين هتلبس جلوفز، كويس، وفي الرجلين بتلبس حاجة بنسميها close to shoes. يعني ايه close to shoes؟ يعني عارف انت بالبلدي كده انت مش هتروح المعمل لابس شبشب بصباع، مش كده؟ اضافة الى انه غير لائق، ولكن المفروض الحاجة اللي انت تلبسها في رجلك تغطي رجلك كلية عشان لو اي سبيلج او تغطشة من الكيميكالز تبقى انت بتحمي رجلك كويس جدا. ويقول لك ان هو ممكن يكون مصنع من الليذر، دي حاجه برضو اضافيه. فده بالنسبه للجنرال ابيرنس، هتفتكرها ازاي من اول الهيد لغايه التو، تشوف كل الحاجات اللي انت ممكن تلبسها في كل جزء من اجزاء جسمك. بالنسبه للاتيتيود برضو هنعمل سيكونس كده، لازم في الامتحان او لازم في طريقه مذاكرتك للبايوكيمستري يبقى انت عندك سيكونس في المذاكره وتتابع في الخطوات او وتتابع في الحاجات اللي انت بتحفظها. ده ليه؟ لان هيسهل لك بعد كده اللي انت تفتكر العناوين دي. يعني مثلا لما نيجي نتناول الاتيتيود، طبعا انت ممكن تقرا في كتاب الكليه او تشوف الباوربوينت هتلاقي ان فعلا الحاجات دي كلها محطوطه ولكن ممكن بنظام مختلف شويه. احنا حاطينه هنا ازاي؟ حاطين هنا بنظام اللي انت من اول ما انت تدخل جوه المعمل لغاية وانت طالع من المعمل، كويس؟ من اول ما انت المفروض تدخل المعمل يكون في الوقت المحدد، وعندنا في سيكشن البايوكيمستري يقول لك يعني within 10 minutes من البداية، المفروض ما تتأخرش عن كده لغاية ما في الاخر خالص وانت بتخرج من المعمل، فيقول لك لازم تكون اورجانيزد وما يبقاش فيه تدافع، يعني يكون الخروج بتاعك ان اوردرلي مانر، في شكل متسلسل او شكل يعني في نظام بينك وبين زمايلك. في النص بقى هتعمل ايه؟
طبعا هتلبس الحاجات اللي احنا قلنا عليها، ولكن يعني مش هنحبكها قوي معاك، انت المفروض بس تلبس ايه الوايت كوت، لو انت جبته يبقى كتر خيرك قوي. طيب بالنسبه للبنات، البنات اللي لابسه حجاب المفروض الحجاب بتاعها يبقى جوه الوايت كوت عشان ما يبقاش مدلدل كده، لو هي مثلا بتسخن حاجه او بتعمل اكسبيرمنت الحجاب ينزل ايه يشرب شويه كيميكالز ويطلع. بالنسبه للبنات اللي مش بيلبسوا سكارف، يعني يفضل تكون عامله كده يعني رابطه شعرها كويس جدا تطيب هير هير، او ممكن تحط برضو شعرها جوه الوايت كوت ما فيهوش اي مشاكل. طب بالنسبه لو انت لابس ساعه او اكسسوارز برضو نفس القصه، تكون مدخلهم جوه البلطو او يفضل تخلعهم نهائي. طيب انت دخلت جيت في الميعاد لبست البلطو الابيض، الحجاب بالنسبه للبنات والشعر بالنسبه للبنات اللي مش محجبات، بعد كده الانستراكتور والدكتور اللي في المعمل هيقول لك كلمه مهمه جدا، يقول لك حط الكتب بتاعتك في اللوكرز. يعني ايه حط الكتب بتاعتك في اللوكرز؟ بيبقى البنش كده في اخر كل بنش من الناحيه دي ومن الناحيه دي، تحس كده ان في ضرفتين، كويس؟ الضرفتين دول لما انت تلمسهم تلاقيهم ممكن يتفتحوا، شيء يعني بديهي جدا. لما انت تفتح الضرفتين دول ان شاء الله البنشز اللي انت تكون واقف عليها تكون فاضيه، وتقدر تحط الكتب بتاعتك والباك جوه الكابينت دي او جوه اللوكرز زي ما هتطلع من بق الانستراكتور. ويقول لك كمان اللي انت بس ما يكونش قدامك غير المانيوال بتاع الاكسبيرمنت، يعني اللي فيه خطوات الاكسبيرمنت اللي انت هتعملها، او ممكن مثلا بيس اوف بيبر والبن بس قدامك وانت بتشتغل، كويس؟ طيب انت بقى قاعد في المعمل المفروض تكون مركز جدا، تو بي اتنتيف، كويس؟ مفيش اكل، مفيش شرب، مفيش سايد دوكس. في الاخر خالص خلصت المحاضره بتاعتك وخلصت الشغل العملي بتاعك، بتخرج من المعمل زي ما قلنا بنظام وبدون تدافع. تعال بقى نشوف بعض الحاجات اللي احنا بنعملها جوه المعمل، بنسميها الجنرال ورك فلو. يعني ايه جنرال ورك فلو؟ يعني كومن ستيبس، خطوات شائعه اي كيميكال اكسبيرمنت بتحتويها. يعني مثلا هنقول برضو تسلسل، احنا في الاول خالص في الابيرنس قلنا تسلسل من اول الهيد لغايه التو، بعد كده في الاتيتيود قلنا تسلسل من اول ما تدخل المعمل لغايه ما تخرج من المعمل. بالنسبه للجنرال ورك بروسيجر برضه في تسلسل ايه؟ من اول ما انت رايح للبوتل. يعني ايه البوتل؟ دي الحاجه، الايتم، الانسترومنت، الاداه الزجاجيه عاده في المعمل اللي هي بتستخدم لستورج اوف كيميكالز او ليكويد، زي ما انت شايف كده بوتل وجواها الكيميكال او جواها الليكويد، وفي رابر ستوبر او ستوبر، بس ستوبر دي بتبقى يعتبر السداده بتاعت البوتل، ساعات بتبقى مصنوعه من الرابر، عشان كده يقول لك ما تسيحش او ما تضعش البوتل دي على الولع وانت حاطط الغطا، لان اكيد الرابر ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له ميلتنج وانصهار، وهتبوظ الايه؟ وهتبوظ الرابر، وكمان المواد المنصهره دي ممكن تدخل جوه الليكويد فتبوظه. فانت هتروح للبوتل عشان انت عايز تعمل اكسبيرمنت، اكيد هتضيف مثلا مركب A زائد مركب B، فرايح للبوتل عشان تدور على مركب A وتجيبه عشان تعمل بيه التجربه. طب كويس، هتروح للبوتل. عادة البوتل بيبقى عليها ليبل. يعني ايه ليبل؟ يعني نظام كده لاصق، هذا اللاصق يحتوي على الاتي، ممكن يحتوي على اسم الماده، كويس، ممكن يحتوي على التركيز بتاعها، ممكن يحتوي على اكسباير ديت، والعلبة دي او البوتل دي اول مرة اشتغلنا بيها امتى، يعني بعض التفاصيل كده عشان تسهل النظام داخل بيئة العمل. طيب هتروح هتاخد البوتل. طب نفترض انت ما لقيتش الليبل ده، مفيش حاجة تنظم القصة دي، فانت هتعمل ايه؟ فانت منطقيا كده انت هتحاول تتعرف على المادة دي، كويس؟
ممكن انت تكون نسيت تحط ليبل او لسه البوت الجديده. طيب انت ممكن تتعرف على اي ماده ازاي؟ انت كانسان بتتعرف على حاجات ازاي؟ ممكن بشكلها، ممكن بلونها، ممكن برائحتها. تمام، يقول لك ملحوظه كده، وانت بتتعرف على كيميكال من خلال السميل بتاعتها ما تحاولش تدخل مناخيرك جوه البوت. ليه؟ لان ممكن البارتكلز اللي هي طالعه من الماده الكيميائيه دي تكون يعني سريعه التطاير كويس، وتيجي في مناخيرك بتركيزات عاليه، ولما تيجي في مناخيرك بتركيزات عاليه ده يؤدي الى نوع من انواع الاريتيشن، كانه كده ايه حصل يعني التهابات بسيطة كده في النوز بتاعتك وفي المجرى الهوائي، او حتى ممكن تصل الى درجة الحرق كويس. فيقول لك لا، انت ابعد مناخيرك كويس، انت ابعد مناخيرك وبايدك تحرك ذرات وجزيئات هذه المادة المتطايرة ناحية مناخيرك، بحيث ايه؟ بحيث تكون الجزيئات دي وصلت لك بكونسنتريشن قليل، وفي نفس ذات الوقت هذا الكونسنتريشن يكون مناسب اللي انت تتعرف على المادة كويس. الحركة دي بنسميها ايه؟ وده سؤال شائع جدا في الامتحان. الحركة دي بنسميها ويفين تكنيك، اللي انت بتشوح بايدك فوق الفوهة بتاعت البوتل عشان تحرك جزيئاتها ناحية مناخيرك اللي انت واقف بعيد عشان تحمي نفسك زي ما قلنا. طيب تعرفت على المادة، المفروض هتاخد منها كمية. كان زمان في حصص الثانوية العامة في الكيمستري العامة كنا احنا بنعمل ايه؟ كنا احنا ممكن باستخدام سحاحة هناخد شكلها فيما بعد، انبوبة طويلة كده، الانبوبة الطويلة دي بتبقى مدرجة كويس، وكنت انت ممكن عشان تسحب فلويد او حجم معين من البوتل دي تدخل هذه الانبوبة جوه البوتل تحت السيرفس وتبدأ تسحب، ولكن كنت ممكن تسحب ايه؟ تسحب ببقك كويس؟ هذه الحركة خاطئة. يقول لك ما تسحبش السوائل ببقك. امال تعمل ايه؟ يقول لك هو بقك بيعمل ايه؟ بيعمل نوع من انواع الايه النيجاتيف بريشر، كانه كده ضغط سلبي بيفرغ الهواء، فلما الهواء بيتفرغ السائل يحل محله فيمشي في الاتجاه ده فينسحب جوه الايه جوه الانبوبه الزجاجيه دي. يقول لك بدل ما تستخدم بقك لا، انت تستخدم ايه؟ بامب. البامب دي زي ما انت شايف كده بيبقى فيها رولر، حركة كده بكرة كويس. البكرة دي لما انت بتشدها ايه بطريقة معينة البوتون ده او المسدس ده بيرتفع الى الامام، فيعمل زي ما انت شايف يعمل نيجاتيف بريشر ويشد الايه ويشد الفلويد في هذا الاتجاه. بتكون الجلاس مثبتة من هنا كده كويس، فيقوم الفلويد طالع بنفس الطريقة اللي انت ممكن تسحب بيها الفلويد باستخدام بقك. بس طبعا هنا الميزة ايه؟ هنا الميزة اللي انت استخدمت اداة، فما فيش عرضة ان المواد الكيميائية دي تدخل جوه بقك. طيب تعال ناخد لمحة سريعة عن الادوات اللي ممكن تستخدم لتوفيل ذا بايبت. يعني لما يجي يقول لك البامب وظيفتها ايه؟ طبعا انت هتعرف شكلها، البامب زي ما انت ايه شايف كده، الوظيفه بتاعتها ايه؟ توفيل ذا بايبت، تو كولكت ذا ريكوايرد فوليوم، تو كولكت ذا ريكوايرد فوليوم طبعا فور ايه؟ فور كيميكال اكسبيرمنت. تمام، بعد كده ما سحبت الفوليوم اللي انت عايزه ده، رايح بقى انت تعمل الايه الاكسبيرمنت بتاعتك، فهتروح تستخدم تيست تيوب، هتجيب تيست تيوب. التيست تيوب دي هتكون موجوده في حاجه بنسميها الراك. الراك ده هدفه اللي هو ينظم التيست تيوبس المختلفه كويس. هتشوف ايه في التيست تيوب؟ زي بالظبط لما تيجي تاكل كده، انت لما بتيجي تاكل بتشوف الطبق ماله، بتشوفه اول حاجة يكون كلين، طبق نظيف، طبق دراي وما فيهوش اي كراكس. نفس القصة، انت هتشوف التيست تيوب تكون نظيفة وتكون دراي وما فيهاش كراكس. طيب نفترض وانت بتحط الفوليوم جوه التيست تيوب لقيت ان في فوليوم زيادة شوية عن اللي انت عايز تستخدمه كويس، هتعمل ايه؟ في عندك حل من حلين، لإما ترمي هذا الفلويد الزائد، لإما ترجعه تاني للبوتل كويس. يقول لك لا، ما ينفعش ترجعه تاني للبوتل لأنه بنسميها كده بقى كونتامينيتد، يعني بقى ملوث بسطح التيست تيوب، ملوث بسطح الجلاس بايبت وهكذا. تمام، فيقول لك نيفر بور الريجنس باك تو بوتلز، ما ترجعهاش مرة تانية. طيب بعد كده انت خلاص عملت الميكس بتاعك،
المفروض هتعمل بايه. والله في بعض التجارب الكيميائيه ممكن تهز كده المكونات فيحصل الرياكشن، ولكن بعض التجارب الاخرى لازم تعمل هيتنج عشان تسرع من من التفاعل. يقول لك انت بتعمل هيتنج ما ينفعش تمسك التست تيوب بايدك كده، امال تعمل ايه؟ يقول لك تستخدم حاجه بنسميها تست تيوب هولدر. يبقى لما يجي في الامتحان يقول لك ما هي وظيفه التست تيوب هولدر، اكيد من اسمها كده هتقول له تو هولد التست تيوب اون هيتنج، وانت بتسخن او اون دوينج ديفرنت او اني كيميكال اكسبيرمنت. تمام، انت طبعا تيست تيوب هولدر زي ما انت شايف، انا بقرا معاك بس اللي موجود في المذكره، بوينت تيست تيوب اواي فروم يور سيلف اور اذرز، ودي طبعا حاجه بديهيه لانك اكيد مش هتوجه فتحه التيوب ناحيه زميلك او ناحيتك، بحيث لو التيست تيوب دي حصل لها بويلنج او فارد او لاي سبب حصل سبيلج من المكونات اللي جواها، تكون انت في امان وزمايلك في امان. تمام، دي بالنسبه لبعض الورك الجنرال ورك بروسيجر. تعال نكمل بعض الحاجات البسيطه في اخر بقى الاكسبيرمنتس. انت خلصت خلاص بقى، المفروض تعمل ايه؟ المفروض اللي انت طول ما انت شغال ايدك معرضه ان هي تمسك وتتلامس مع كيميكالز، فالمفروض ما تتلامسش مع وشك ولا عينك ولا الكلوز بتاعتك. وبعد ما بتخلص خالص بتغسل ايدك بالميه والصابون زي ما واضح قدامك. طيب بالنسبه بقى للمواد او الانسترومنتس والادوات اللي انت استخدمتها، ايه هي الانسترومنتس اللي هي بتنظف التست تيوبس؟ ايه هي الادوات اللي بتنظف التست تيوبس؟ يقول لك عندنا حاجه اسمها ووش بوتل، والووش بوتل دي بيبقى جواها ميه، من اسمها كده يبقى الهدف بتاعها ان هي بتعمل ووش. ووش لايه بالظبط؟ ووش للحاجات اللي انت استخدمتها. احنا قلنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم جلاس بايبيت عشان ننقل الفلويدز كويس، بنستخدم تيست تيوب كويس، ممكن نستخدم ادوات تانية في الطبيب. يبقى الووش بوتل دي الهدف بتاعها ان هي تو كلين اني انسترومنت يوزد في الكيميكال اكسبيرمنت، اي اداه استخدمت في التجربه الكيميائيه الووش بوتل اللي جواها ميه دي بتستخدم انها تعمل لها ووش. ممكن تكتب كده فور اكزامبل تيست تيوب، فور اكزامبل جلاس بايبيت وفول ستوب. كويس، طيب بالنسبه بعد كده ممكن يبقى في بعض رواسب جوه التيست تيوب، هتعمل ايه؟ الووش والميه اللي جواها ممكن ما تقدرش تنظفها بسهوله، فانت هتستخدم حاجه زي ما انت شايف كده طويله كده، تقدر تدخل جوه فتحه التيست تيوب، وبعد كده بتعمل حركه دائريه جوه التيست تيوب فتنظف هذه الرواسب. يبقى التيست تيوب براش زي ما انت شايف ان هي، لو انت ماشي في الشارع وحد اداك حاجه زي كده انت هتسميها كانها مكنسه صغيره، مش كده؟ انت شايفها كانها مكنسه صغيره، فتقول تيست تيوب براش. تيست تيوب براش يقول لك استخدامها ايه؟ هتقول له تو كلين التيست تيوب كويس from any sedimentation او اي precipitate. طبعا هناخد الكلمه دي بعدين اللي هي precipitate في ان شاء الله السكشن الثالث، سكشن الماكرو مولكيولز، وهنعرفها هناك بالتفصيل. طيب زي ما انت شايف التيست تيوب بعد ما بتخلص بترجع كل حاجه مكانها، بترجع التيست تيوب للشيء اللي بنسميه راك. الراك ده هو ذلك الأداة اللي بتستخدم for holding and for organizing test tube on، كلمة كده في الكتاب on the counter، يعني على البنش بتاع المعمل. طيب في بعض الحاجات المهمة، على سبيل المثال طبعا الحاجات المهمة دي أقصد بيها بتيجي في الامتحان، على سبيل المثال يقول لك لو أنا حاطط في بيكر، وهنعرف يعني ايه بيكر بعد شوية، مخبار كده بسيط تمام مدرج، هدفه بس ان هو مصمم بطريقة معينة، الفتحة بتاعته واسعة، هدفه بس ان هو يهولد الليكويدز كستيب من ستيبس بتاعت الكيميكال اكسبيرمنت. يقول لك لو انت حاطط او لو انت عايز تعمل تخفيف من الحمض، السؤال هو تحط الحمض الاول ولا تحط الووتر الاول؟ لما يسألك سؤال زي ده في الامتحان قول له انت بتسأل السؤال غلط، لان السؤال الصحيح هو
هل انت بتبدأ من الكونسنتريشنز القليلة للحمض، ولا بتبدأ بالكونسنتريشنز العالية للحمض؟ هل بتبدأ من الكونسنتريشنز القليلة وبعد كده تزود تركيز الحمض، ولا بتبدأ من الكونسنتريشن العالي للحمض وبعد كده بتقلل التركيز باستخدام المية، بتعمل له تخفيف بالمية يعني؟ الإجابة الصحيحة هي إننا بنبدأ بالتركيز القليل جدا جدا جدا. يبقى إحنا بنحط مية الأول وبعد كده بنحط الأسيد. طبعا أنت ممكن الكلام ده تعيده مرة تانية في الفيديو عشان تفهمه، أوكي، لكن حط دي في دماغك إن أي سؤال في الأسيد أو الألكلي أو في تحضير الحمض، خلي الإجابة دايما اللي أنت بتبط الحمض للمية أو بتقاد الأسيد للوتر. هي دي الإجابة الصحيحة لو جالك سؤال في الامتحان بهذا المنصب. بعد كده في بعض الإمرجنسي سيناريوز المختلفة، منها مثلا لو حصل إن في وأنت في المعمل شغال وفي فورين بادي مثلا أو أي كيميكالز أو أي أسيد أو بيز، حاجة حموضية أو قلوية وقعت على جسمك، الإجابة وأنت مغمض حط مية، كويس؟ بعض الأسئلة اللي هي الاختياري تروح حاطط لك ايه؟ يقول لك لو وقع، اسمع السؤال كويس وركز في حاجة زي كده، يقول لك لو وقع أسد على جسمك، كويس؟ هل الإجابة كذا أو كذا أو كذا أو كذا، ويديك أربع اختيارات. بيبقى في اختيارين أنت محتار ما بين. الاختيار الأول وهو الإجابة الصحيحة اللي أنت المفروض تختارها، إن هو يقول لك اللي احنا المفروض نووش وذ ووتر، هتقول له فعلا رانينج ووتر، مياه جاريه، او تو فلاش، يعني ايه، تعرض كده المكان اللي وقع عليه الاسيد او وقع عليه البيز لميه، وهي دي الاجابه الصحيحه. في اجابه تانية بعض الناس بتختارها وهي اجابه رونج، اجابه خاطئه. ايه هي؟ يقول لك لو وقع اسيد على جسمك المفروض نضيف عليه الكالي. لاول وهله كده انت ممكن تقول ده في أسد موجود على الجسم فاحنا هنضيف ألكلي، فالألكلي ده يتعادل مع الحمض ويطلع لنا كمان مية، كويس؟ ولكن انت بتنسى ايه؟ بتنسى ان التفاعل ده بيحصل على جسم البيشن، فالدمج والضرر اللي عمله الأسد على الأمسجة، الألكلي لما تضيفه على الأسد ده هيزود كمان الدمج و الالتهاب الحاصل والحرق الموجود على جسم هذا البني آدم. فالإجابة دي إجابة خاطئة، أرجوك بلاش تختارها. الإجابة الصحيحة wash with water. بعد كده يقول لك اي انجري او فورين بادي، برضه نفس الإجابة رانينج ووتر، لأن احنا قلنا كلمة السر في الإمرجنسي في سيكشن 1 في الإمرجنسي سيناريوز اللي هو اديله مية، رانينج ووتر، wash with water، هي دي الإجابات الصحيحة، تمام؟ يعني هنزود شوية كده لو كان بالنسبة للعين اللي هي لمدة ربع ساعة. لو انت في المعمل ونتيجة مثلا ان واحد من زمايلك شم ريحة نوعا ما نفاذة، او بعد كده ان شاء الله زمايلك البنات وانتوا داخلين مثلا سيكشن او راوند الجراحة، محاضرات الجراحة في الدروس الإكلينيكية ان شاء الله، دايما بيبقى البنات داخلين كده وفي صوره وفي صوره ذهنيه لجريس اناتومي جواه، ولكن اول ما بيدخلوا مثلا غرفه العمليات ويلاقوا الدم، بتلاقي ان في ثلاثه او اربعه على الاقل من البنات وقعوا في اوضه العمليات ورا الايه، ورا الجراحين وهم بيشتغلوا. طيب لما بيحصل الكلام ده تعمل ايه؟ لاول وهله انت بتحس ان انت عايز يعني تبقى جدع، بمعنى الراجل اللي بيقع ده وبيبقى فينت بالمنظر ده، انت بتبقى عندك دافعية كده اللي انت تقول له ايه، قوم وشد حيلك وصله بطولك وفوق كده، صح؟ الاجابة دي خطأ، ما ينفعش ان انت تساعد هذا البني ادم ان هو يقوم. ليه؟ لسبب بسيط وبدون دخول في تفاصيل فسيولوجية، ان الدم بيبقى بالظبط زي ما انت بتاكل بعد صيام طويل. لما انت بتاكل بعد صيام طويل ما سألتش نفسك انت ليه بتنام؟ الاجابة هي لان الدم بيتراكم في بطنك، كويس كده؟ ولما بيتراكم في البطن بيشد كل الدم من بقية الاعضاء المختلفة، منها البرين، المخ، فبيقل الدم اللي رايح للبرين
وبالتالي بيجي لك دوخة وممكن توصل ليغمى عليك فينتين. تمام؟ يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ اللي أنت ترفع رجل العيان. لما أنت بترفع رجل العيان اللي هو حصل له إغماء ده، أنت بتساعد إن البلاد فلو يرجع تاني إلى البرين فيقوم يفوق مرة تاني. يبقى الإجابة الصحيحة هي إنك بتساعد هذا البيشنت على التعافي وعلى البرين ريكفري من خلال رفع رجله فوق مستوى راسه فيرجع البلاد فلو للراس مرة أخرى. طبعا بيقول لك ممكن تنقل هذا الرجل إلى فريش إير، يعني يفضل برضو عشان ايه تزود الاكسجينيشن اللي رايح للبرين، يعني درجة تشبع الاكسجين او الاكسجين اللي شايل الهيموجلوبين ورايح بيه للمخ. تعالى اديك ملحوظة مهمة، بتيجي سؤال يقول لك مثلا سؤال ام سي كيو، سؤال اختياري كويس، يقول لك مثلا كل الحاجات اللي جاية في الاختيارات صحيحة ما عدا، كلها correct except، ويروح سايبك ومديك اول اختيار مثلا يقول لك ايه، يقول لك المفروض ما تاكلش في المعمل، فتقول له اه المفروض ما تاكلش، المفروض ما فيش سايد توكس، نو سايد توكس، فتقول له اه المفروض فعلا ما اتكلمش مع زمايلي اثناء ما الانستراكتور بيشرح. الحاجه الثالثه يقول لك ايه، المفروض ما تسمعش كلام الانستراكتورز، او اللي انت not to inform the instructor about anything كويس، او انت تشتغل الاكسبيرمنت حتى لو كنت شاكك بنسبة بسيطة. طبعا هذه الاجابة هي الاجابة اللي هي الغلط كويس. يعني ايه الاجابة الغلط؟ يعني المفروض ما تعملهاش. امال ايه المفروض يتعمل؟ المفروض يتعمل هو اللي انت the most important thing، اللي انت فعلا to follow the instructor، تسمع كلام الانستراكتور، يبقى معاك المانيوال بتاع التجربة الكيميائية عشان تتبع الخطوات بتاعتها، وأي شك المفروض تسأل الانستراكتور بتاعك، وأي حاجة تحصل في المعمل مشكلة أو أي حادثة حصلت لحد من زمايلك المفروض بتبلغ بيها هذا الانستراكتور. فلما يجي يقولك كل الحاجات دي صح ما عدا ويقولك المفروض ما تسمعش كلام الانستراكتور، يبقى معنى ذلك الإجابة دي هي الإجابة الصح، يعني هي المفروض تكون ايه دي، ده سلوك خاطئ يعني. تمام؟ تعال بقى ننتقل الى الانسترومنتس، الى الادوات. اهم حاجة في الادوات اللي انت تبقى عارف شكل الاداة قدامك، وكمان تبقى عارف الاستخدام بتاعها. طيب للتسهيل هنحاول ننظم الادوات اللي موجودة عندك لعناوين رئيسية. هذه العناوين في العادة بتحتوي على اليوزس لهذه الأدوات كويس؟ يعني العنوان ده measurement of liquid volume، measurement of liquid volume. العنوان ده دي إجابة لسؤال ممكن تسأله في امتحان العملي، يقولك ما هو الاستخدام لهذه الأداة كويس؟ فأنا حاطته لك في العنوان. السبب الثاني اللي انا حاطط حاجة زي كده في العنوان، وهو سهولة تقسيم الأداء بناء على الآتي. لما نيجي نقول مثلا measurement of liquid volume، فانت عندك ثلاث أنواع وثلاثة سكيلز وثلاث درجات من الفوليومز. الدرجة الأولى لما يكون الفوليوم أقل من 1 مللي لتر، وهنا الفوليومز بتتقاس بالمايكرو لتر، لأني انت عارف قبل كده ان الملي لتر بيساوي 1000 مايكروليتر. يقول لك لما الفوليوم بيقل عن الواحد ملي لتر، انت بتبقى محتاج اداة، هذه الاداة تتظبط بشكل دقيق جدا عشان تسحب هذا الفوليوم الصغير بدقة. هذه الاداة بيسموها اوتوماتيك بايبيت. الاوتوماتيك بايبيت بتتكون من الاتي، زي ما انت شايف في رولر كده في اخر البايبيت، الرولر ده ممكن يلف، وانت بتلف الرولر ده انت بتظبط القراية اللي هي موجودة على السكرينة دي للفوليوم اللي انت عايزه. هتلاقي هنا مكتوب 10 لـ100 مايكروليتر، يعني دي درجة او الفوليوم اللي ممكن البايبت دي تسحبها، يعني من اول 10 مايكروليتر لغاية 100 مايكروليتر البايبت دي بتسحب بدقة شديدة جدا كويس. طيب انت المفروض هتسحب منين؟ انت المفروض في اناء، هذا الاناء في سيرفس وهنا في ليكويد،
والمفروض بتنزل بالبايبيت تحت السيرفس وتسحب زي ما هنشوف ان شاء الله في التجارب العملية في السكاشن القادم. يبقى المفروض انت بتعمل ايه؟ انت بتنزل طرف البيبتة دي تحت السيرفس عشان يبقى ملاصق للمية، وبعد كده بتسحب بالطريقة اللي انت هتتعلمها فيقوم يبقى معاك البول. طيب انت هتشتغل بالبايبت دي مرة واحدة ولا هتشتغل بيها كتير؟ هتشتغل بيها كتير. فعشان البايبت دي ما تتلوش ما بين التجارب المختلفة عملوا لك حاجة هنا اسمها ايه؟ اسمها التب. هذه التب الاوتوماتيك بايبت بتحطها في هذا الاتجاه فتقوم هي اللي تبقى ملاصقة للليكويد، كويس؟ وبالتالي ما يبقاش اللي انت كل شوية عايز تشطف الايه وترسل البايبت دي، لا ده انت ببساطة شديدة بتشيل التب دي اللي انت استخدمتها مرة وخلاص، بتستخدم تب تانية للتجربة القادمة، كويس؟ يبقى دي اول ايه؟ اول انسترومنت معانا. بعد كده يقول لك لو احنا علينا الفوليوم شوية، لا ده من 1 ملي لغاية 10 ملي لتر، ساعتها بنستخدم السحاحة التقليدية اللي احنا شفناها في معامل الكيمياء زمان اللي هي بنسميها جلاس بايبت. لو انا اديتك جلاس بايبت وانت ماشي في الشارع وقلت لك سمي لي هذه الانسترومنت، هتقول لي ايه؟ هتقول لي هي ميد اوف جلاس، مصنعة من الازاز، وهي سحاحة بيبتة وفيها تدريج، يبقى انا هسميها جرادويتد جلاس بايبت. لو جيت سألتك السؤال الثاني ما هو استخدام الجرادويتد جلاس بايبت، هتفتكر العنوان بتاعنا ميجرمنت اوف ليكويد فوليوم، وبعد كده هتفتكر التقسيمه وتحطها بين قوسين تقول ميجرمنت اوف ليكويد فوليوم بين قوسين من 1 ل 10 ملل لتر، ويبقى انت كده خدت الدرجه بتاعت السؤال. طيب لو زودنا شويه للارقام فاحنا بنقول ان في بعض التجارب بنحتاج نقيس فيها فوليوم ونضيف فيها فوليومز اكتر من 10 ملل، ساعتها بنستخدم حاجه من حاجتين. الحاجه الاولى الانسترومنت اللي بنسميها جرادويتد سلندر، بنفس الطريقه لو انت شفت هذه الانسترومنت فانت هتقول والله ده سلندر، هذه اسطوانه، والاسطوانه دي مدرجه، يبقى هتسميها جرادويتد سلندر، كويس؟ والتدريج زي ما انت شايف هنا من اول 10، يبقى انت ده بيأكد المعلومة اللي انت من اول 10 انت بتستخدم السلندر لغاية 100. في بعض السلندرز بتكون درجة الاستيعاب او الفوليوم بتاعها اكبر من كده، ولكن ما علينا، انت اهم حاجة انت المفروض تبقى عارف ان ده سلندر ومدرج فهنسميه جرادويتد سلندر. طيب في حاجة تانية ممكن نقيس بيها الفوليومز اللي اكتر من 10 ملي لتر، وهي الفوليومتريك فلاسك. هذا هو فلاسك، كويس كده، وفي فوليوم هنا، وفي لو انت هتشوف كده او هتدقق في علامه، العلامه دي معناها ايه؟ لو انت عبيت الفوليوم كويس لغايه العلامه دي يبقى انت سحبت فعلا او است اللي هو 1000 ملل لتر، كويس؟ جميل جدا. يروح هو ايه؟ قايل لك ايه ده؟ فانت هتقول له فلاسك بيقيس فوليوم، فوليومتريك فلاسك. يسألك السؤال الثاني وهو عبارة عن سؤال مقارنة ما بينه وما بين الجرادويتد سلندر، يقول لك من هو المور اكيوريت، الفوليومتريك فلاسك ولا الجرادويتد سلندر؟ الإجابة الصحيحة الفوليومتريك فلاسك، وهنقول السبب دلوقتي. السبب هو إن لما تبص كده على رقبة الفوليومتريك فلاسك هتلاقيها نوعا ما الديامتر بتاعها قليل مقارنة بالمساحة بتاعت الدايرة بتاعت السلندر اللي أكبر من المساحة بتاعت رقبة الفوليومتريك فلاسك، لأن نصف القطر هنا أعلى. فده معناه إيه؟ ده معناه لو أنت بتعمل إكسبيرمنت وزدت مثلا وليكن نص ملي، حجم صغير جدا أو ارتفاع صغير جدا فوق العلامة، وزدت نفس هذا الارتفاع في السلندر، ما هو الناتج؟ الناتج هيبقى فيه حجم مختلف عن الحجم اللي انت عايزه في السلندر وفي الفوليومتريك فلاسك. السؤال هو هل الحجم في حالة السلندر اكتر ولا في حالة الفوليومتريك فلاسك؟ اكيد في السلندر اكتر، لان مساحة السطح بتاع الدائرة هنا اكبر من مساحة السطح الدائرة بتاعت رقبة الفوليومتريك فلاسك،
وبالتالي في الفوليومتريك فلاسك ينتج عنهم حجوم أصغر وأخطاء أصغر من لو كانت في السلندر. تمام؟ لو مش فاهمين الحتة دي ممكن يعني تتواصلوا معايا إن شاء الله وفهمكم بالتفصيل أكتر، ولكن أنا أعتقد إن هي مفهومة بالمنظر ده. طيب جرادويتد سلندر وفوليومتريك فلاسك، قلنا الجرادويتد سلندر ليس أكوريت والفوليومتريك فلاسك مور أكوريت. كويس. ممكن يسألك سؤال تاني، مين هو المور إكسبنسيف، الأغلى؟ فطبعا الإجابة هتكون فوليومتريك فلاسك، والإجابة بتاعت الأغلى هي ملهاش علاقة بدقة الفوليومتريك فلاسك قد ما لها علاقة بتصنيع الفوليومتريك فلاسك. انت طبعا شايف التصنيع بتاعه عامل ازاي، لو انت طبعا بتلاحظ او بتشوف وثائقيات هتلاقي ان تصنيع المخابر دي او الحاجات الزجاجية بتلاقي واحد قاعد كده قدامه حاجة بتلف وفي نار شغالة وفي منفاخ وعمال يعمل الشكل ده، فطبعا الشكل ده صعب جدا جدا مقارنة بالسلندر، فعشان كده الفوليومتريك فلاسك بيبقى غالي. طيب الحاجة التانية والاستخدام التاني اللي هو ترانسفير اوف كيميكالز، لما يجي يقول لك ايه اللي انت شايفه ده، دي حاجة بنسميها دروبر قطار، او بنسميها استخدام علمي اكتر شوية بنقول باستير بايبت. كويس. هنشوفها كتير في السكاشن القادمة ان شاء الله ما تنساش. لما يجي يسألك يقول لك ما هي فائدة الدروبر او الباستير بايبت، هتفتكر العنوان ترانسفير اوف كيميكالز بين قوسين ليكويد. تمام. طيب ايه اللي انت شايفه قدامك ده؟ جرادويتد جلاس بايبت. هتقول لي مش احنا شفنا الجرادويتد جلاس بايبت في الحتة بتاعت الميجرمنت اوف فوليوم؟ هقول لك ما هي لها استخدامين، واحد ميجرمنت اوف فوليوم، والاستخدام الثاني اللي هو ترانسفير اوف ليكويد. في بعض التجارب هنبقى محتاجين الدروبر، لان التجارب دي ما بنبقاش عايزين اكيوراسي، هو الحجوم اللي هي بتتنقل عن طريق الدروبر بتبقى ان اكيوريت. انا ببقى عايز بس الاجابه بوزيتيف او نيجاتيف من التفاعل يعني. لكن لو انا عايز اعمل تفاعل، هذا التفاعل انا عايز اوصل لرقم دقيق، يبقى انا محتاج كل الحاجات اللي في الاكسبيرمنت تكون دقيقه، فهوزن او هقيس الفوليومز بالجرادويتد جلاس بايبت. طيب لو انا مش عايز انقل ليكويد، انا عايز انقل سوليد، حاجة مادة صلبة، هستخدم ايه؟ يقول لك انت المرة دي مش هتستخدم ولا بايبت ولا هتستخدم الدروبر، انت هتستخدم حاجة اسمها الاسباتولا، حاجة كده معلقة شبه المعلقة ولكن يعني نوعا ما ايه، تحس ان هي علمية شوية. كويس. فدي ترانسفير اوف كيميكالز سوليد او باودر، واللي هي الاسباتولا. تمام. بعد كده ممكن يقول لك وظيفة لواحدة من الانسترومنتس اللي قدامك. نبدأ بالتست تيوب. طبعا احنا قلنا سيرة التست تيوب قبل كده لما شدينا الفوليوم المناسب عشان نروح نعمل الاكسبيرمنت ونعمل ميكس، فاخترنا وعاء التست تيوب. هذا الوعاء ينفع تعمل منه ميكس، يعني لو حطيت مثلا فوليوم A مثلا مادة A وبعد كده حطيت مادة B هنا، المفروض هتعمل ميكس جوه التست تيوب دي وتعمل اكسبيرمنت بتاعتك. كويس. فلو سألك ايه ده، فانت تقول له التست تيوب ايه وظيفتها، اللي هي بتمسك او تو هولد كده او تو كونتين كويس، تحتوي الليكويد او الكيميكال، او بتعمل او نقدر نعمل منهم ميكس لو في ديفرنت ليكويدز وليكويدز مختلف. طب ده بالنسبة لحجوم قليلة اقل من 20 ملليلتر، وهذه هي ساعة التست تيوب. لكن لو زودنا الفوليومز شوية زي ما انت شايف كده، ده بنسميه بيكر. كويس. BEAKER، ما تتلخبطش في السبيلنج بتاعها في الامتحان. هيقول لك ما وظيفه البيكر، هتقول له برضه نفس القصه، تو هولد او تو ميكس الليكويد ولكن لارجر فوليومز اكتر من 20. انت شايف الجرادويشن ممكن يوصل مثلا ل 300، وفي انواع تانية من البيكرز الجرادويشن بيوصل ل 1000 و2000 وما الى ذلك. ممكن انت تزود شوية على اسم البيكر، تقول ايه ده جرادويتد بيكر، يعني
بيكر وفي تدريج فنسميه graduated بيكر زي كده ما قلنا graduated pipet. طيب لو انا بقى بعمل ميكس الليكويد او ميكس الهولد ولكن هذه السوائل لها خاصية. ايه هي الخاصية بتاعت السوائل دي؟ انها بتريليز جيزز او انها فولاتيل، حاجات متطايرة. لما هتشوف هذا التركيب او هذا الشكل من المخبار فانا بفتكر دايما البيبسي كولا. كويس، ليه بفتكر البيبسي كولا؟ لان البيبسي كولا بتكون ضيقه من عند البوتوم وبعد كده توصل على الرقبه بتاعتها فبتكون نار ضيقه. ايه الوظيفه بتاعت الشكل ده لازازه الحاجه الساقعه؟ ان هي بتحاول تقلل الصودا، بتحاول تقلل هروب الصودا من انها تطلع من الازازة على ما انت تشربها. هي نفس القصة، انت شايف الشكل بتاع الكونيكال فلاسك اللي هو الفلاسك اللي هو على شكل مخروط واسع من البوتوم ضيق عند الرقبة، فده عشان ما يطلعش الغازات ويحتفظ بالغازات جوه السائل ده لغاية ما نخلص التجربة. يقول لك ممكن حاجة تانية. ايه الحاجة التانية؟ وانت بتعمل ميكس للتجربة او انت بتلفف كده مكونات الاكسبيرمنت جوه الايه، جوه المخبار ده، ممكن تطرطش شوية في حالة البيكر لان الفتحة بتاعته واسعة، لكن دي الفتحة بتاعتها ملمومة شوية. يقول لك برضو في بعض السوائل او التجارب اللي انت متوقع فيه غليان سريع او في اثناء التقليب ممكن يحصل طرطشه، يحصل سباتر. كويس كده، طرطشه، تمام. يبقى انت حامي نفسك ومضيق الايه، الفتحه عشان ما تحصلش الطرطشه دي. يقول لك في شبه الكونيكال فلاسك حاجه تانية اسمها راوندد فلاسك، ودي لو انت ملاحظ ان هي نوعا ما زيها ولكن الفتحة او الاتصال ما بين الرقبة وما بين بقية وما بين البادي بتاع المخبار على شكل ايه، دائري شوية. ممكن في الامتحان يجيب لك الفلاسكس دي، ممكن دي، ولكن ممكن يسألك مش دايركت، مش بشكل مباشر يقول لك كونيكال فلاسك. امال يقول لك ايه؟ يقول لك ايرلين ماير فلاسك. ما هو ايرلين ماير فلاسك؟ هو نفسه الكونيكال فلاسك، وده اسم العالم اللي هو عمل الفلاسك ده، زي بالظبط راوندد فلاسك فلوريس اللي هو عمل اسم الايه الفلاسك، او هو اللي يعني اول واحد عمل راوندد فلاسك كان اسمه فلوريس. تمام، يعني انت ممكن تستغرب ان ممكن ازاي ان في واحد او عالم كل انجازاته في الحياه ان هو يبقى في مخبار متسمي باسمه يعني. تمام، ولكن ده صحيح، ده واحد اسمه ايرلين ماير والتاني اسمه فلورنس. ايرلين ماير بتاع الكونيكال فلاسك، ما تنساش المعلومه دي، وفلورنس بتاع راوندد فلاسك. بعد كده يقول لك ايه الاستخدامات بتاع ايرلين ماير، هتقول له نفس الاستخدامات بتاعه الكونيكال اللي هي نفسها بتاعة راوندد فلاسك اللي احنا كاتبينها في سطر واحد. الاستخدام هو فور ليكويدز اللي هي ممكن تريليز جازز، او ان هي ممكن تطرطش سباتر اثناء البويلينج او اثناء التقليب. بعد كده بننتقل لجزء مهم في الانسترومنتس اللي هو الهيتنج اباريتس، الجهاز اللي هو بيستخدم في التسخين، اللي هو بيبقى عبارة عن بنسن برنر سورس اوف فليم. كويس، للهيتنج عشان يعمل هيتنج للكيميكال. بعد كده الترايبود ستاند، والترايبود ستاند هتلاحظ ان هو مكون من ثلاث رجول فعشان كده بنسميه ترايبود، وبيستاند بيقف كده فوق البنسن برنر زي ما انت شايف في هذا المنظر، فعشان كده بنسميه ترايبود ستاند. والوظيفه بتاعته ان هو بيمنع الدايركت اكسبوجر، يعني التلاصق كده او الدايركت كونتاكت ما بين الفليمز اند البيكر او الفلاسك اللي انت هتعمل تسخين للكيميكالز جواه. طيب ليه بيمنع الدايركت كونتاكت؟ عشان الفليمز ما تجرحش او ما تبوظش الاداه اللي انت بتسخن حاطط فيها الكيميكالز. في كمان في حاجه اسمها تيوب، ممكن يقول لك بويلينج تيوب، يعني الماده بتاعتها يعني بتستحمل الحراره شويه،
والوير جوز برضو نفس القصة عشان تمنع نسيت الاستخدام. افتكر دايما في الترايبود ستاند اللي هو السيلف ستيك. السيلف ستيك انت بتبقى شايل الموبايل وحطه على السيلف ستيك عشان تبعد الموبايل عشان الصور ما يبقاش ايه ما يبقاش مناخيرك كبيره شويه، او اللي انت تزود الايه المساحه اللي الصوره هتلقطها. فنفس الايه القصه تمنع الدايركت كونتاكت ما بين يور فيس وما بينه وما بين الموبايل. فهنا الترايبود ستاند بيمنع الدايركت كونتاكت ما بين البنسن بيرنر الفليمز بتاعته ما بينه وما بين الفلاسك المستخدم. تمام. بالنسبه للسوليدز يبقى احنا ده لو هيت كيميكالز كويس اللي هي ليكويدز. طب لو نفترض بقى ان احنا هنهيت سوليدز تمام هنستخدم ايه؟ يقول لك هنستخدم الحاجه بنسميها كروسيبل. قولها ورايا عشان ما تنساهاش. كروسيبل كويس. الكروسيبل دي بالعربي يعني البوتقه. البوتقه دي بتبقى مصنعه من بروسيلين كويس وسيراميك. المواد دي بتستحمل درجات الحرارة العالية فتسمح اللي انت تحط فيها مواد صلبة لها درجات انصهار مناسبة مع تصنيع الكروسيبل، وبالتالي تحقق الهدف بتاعك او الاستخدام بتاعها اللي هو to heat chemicals بين قوسين solids. طيب في حاجة تانية لنفس الاستخدام evaporating dish. لو جالك حاجة زي كده في الامتحان ازاي هتفرق ما بينها وما بين الكروسيبول؟ ببساطة شديدة الكروسيبول لها غطا، لكن الإيفابوريتنج ديش بما انه طبق فالطبق ما بيبقاش له غطا، فده بنسميه إيفابوريتنج ديش وده بنسميه كروسيبول. بعد كده زي ما في هيتنج أباريتس في فلترنج أباريتس. ولما انت تشوف الفلترنج أباريتس تفتكر كده لما في حد بيمون او بيفول عربية في البنزينة فبيبقى حاطط حاجة بنسميها قمع فانل، ودايما بيبقى احمر ما تفهمش ليه، ولكن هذا القمع بيبقى اهميته ينقل الليكويد من كونتينر من اناء فيسل الى اناء اخر. غالبا الاناء الاخر ده بتكون الفتحة بتاعته ضيقة، وبالتالي بدل ما يصب مباشرة على الفتحة الضيقة ويحصل سبيلتش كويس، لا ده يستخدم فانل له فتحة واسعة ولو نقدر نقول بوز تاني او وجه تاني ضيق يقدر يفت ويبقى ملاصق للرقبة او الفتحة الضيقة دي، وبالتالي يمنع طرطشة ويمنع السبيلج اوف فلويد. فدي وظيفة الايه الفانل. طيب ممكن يقول لك ايه؟ ممكن يقول لك احنا هنعمل حاجة تاني، احنا هنحط هنا فلتر بيبر كويس. الفلتر بيبر دي لو انت شفتها في السكاشن هتلاقي في بعض الثقوب الصغيرة جوه الفلتر بيبر. أهمية الثقوب دي ايه؟ أهمية الثقوب ان لو انا حطيت الفلتر بيبر بهذا الشكل وفيها ثقوب صغيرة الفلويد بتبدأ وبتستطيع انها تعبر من هذه الثقوب، ولكن لو في بارتكلز في الفلويدز دي بتتعلق هنا كده، ونقدر نقول ان الفلتر بيبر بتفلتر فعلا البارتكلز فروم سولفنت فروم المذيب كويس، او نقول تو فلتر السوليدز كويس زي ما هو مكتوب من الليكويد اللي هو يقدر يباص عن طريق هذه الثقوب الموجودة في الفلتر بيبر. يعني ببساطة جديدة هي ورقة ترشيح عادية جدا 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 تمام. ولكن لو قال لك ايه الفلترنج اباريتس هتقول له هو عبارة عن الفانل بلس الفلتر بيبر. الفلتر بيبر محطوطة جوه الفانل عشان فور فلترنج سوليدز فروم ليكويد زي ما مكتوب في العنوان. طبعا دي الفلتر بيبر اكيد شفتوها في السكاشن اللي ما شافهاش او شافها دلوقتي، وفي فانل بالمنظر ده بيبقى موجود باحجام مختلفة زي ما انتوا شفتوا في السكاشن. طيب بعد كده في بعض الاشياء اللي ممكن برضو تيجي في الامتحان ده بنسميه ووتش جلاس. لو انا اديتك حاجة زي كده وانت ماشي في الشارع هتقول والله دي حاجة مكونة من زجاج وفيها تجويفة بسيطة كده ممكن فعلا احط عليها بودر هنا كده والاحظ البودر ده قبل ما انا استخدمه في التجربة الكيميائية بتاعتي. فاول استخدام له to observe powder consistency يعني اللي هو قوام البودر كده عامل ازاي اللي قدامي ده، هاخد منه ممكن شوية عشان استخدمه في الاكسبرمنت، يعني كأنه كده بيكر بس على ايه على سولز تمام. بعد كده في ممكن يستخدم كغطاء للبيكر لو انا قلبته كويس، ادي البيكر مثلا بالمنظر ده اغطي بيه البيكر
بالووتش كلاس، ممكن احط فيه حاجات اوزنها في الميزان. ولكن في ماده او في انسترومنت بتستخدم خصيصا للوزن اسمها وين تري. لو انت عندك طباعه في البيت هتلاقي بيبقى مكتوب دايما تري 1 وتري 2، يعني الوعاء اللي شايل الورق. هنا مش وعاء شايل ورق، لا ده وعاء شايل مواد كيميائيه، والمواد الكيميائيه دي بنبقى عايزين نوزنها فبنسميه تري 4 ويت، يعني وين تري. لو سالك في الامتحان ده بيستخدم في ايه، طبعا بديهي جدا تقول له تو واي سوليدز او تو واي كيميكالز، تمام. طيب بالنسبه للجلاس تير وود، دي حاجه زجاجيه وشكلها رود، شكلها مطول كده وخطي، تمام، وبتستخدم في الاسترنج يعني التقليب، بتقلب. يبقى معنى ذلك لو جاب لك دي في الامتحان وقال لك اسمها ايه، هتقول له جلاس وود او جلاس تير وود. ولو سالك فيها هو نفسه كانه بيسالك في اسمها، هتقول له فور ستيرنج سوليوشنز، يعني لتقليب السوليوشنز. دي حاجه مش موجوده في المحاضره ومش موجوده في الكتاب، ولكن ممكن تيجي برضه، بنسميها بيتر ديش، والطبق ده على اسم العالم، والطبق ده بيستخدم في صب المواد الغذائيه جواه، اللي بعد كده بحط البكتيريا عليها، فطبعا بتتغذى على المواد الغذائيه دي وبتكبر، فيبقى استخدام هذا الطبق فور بكتيريال كلشر، في مزرعه البكتيريا، يعني مساعده البكتيريا على النمو وزياده في الحجم والعدد. وبرضه بيبقى في حاجه اسمها حساسيه، يعني بنشوف حساسيه البكتيريا دي للمضادات الحيويه المختلفه عشان استخدمها مع المريض ده بحيث ان انا اعالجه من البكتيريا، تمام. يبقى باختصار اللي قدامك ده بيتري ديش بيستخدم فور ايه؟ بيستخدم فور بكتيريال كلشر اند سنسيتيفيتي. بعد كده في انسترومنتس واجهزه ثانيه، دي زي ما انتم شفتوها قبل كده في الكيمياء زمان الليتمس بيبر، وانا دايما ما بتلخبطش، دايما الحمض الاسيد بيحمر ورقه عباد الشمس، والقلوي بيزرق بالقاف مع القلوي، قلوي بيزرق والحمض بيحمر ورقة عباد الشمس، تمام. ده بالنسبة لو انت عايز تقول ايه، لو انت عايز تقول ان السوليوشن اللي موجود في المخبار بتاعي او اللي انا بعمل له اختبار عايز اشوفه حمض ولا قلوي، يعني الاجابة بتاعتي بوزيتيف اور نيجاتيف، هل هو قلوي ولا لا، هل هو حمض ولا لا، تمام. يبقى ده تيست بنسميه ايه، بنسميه كواليتيتيف، يعني حاجه كده او لا. على عكس في جهاز بنسميه بي اتش ميتر، واللي ده ميتر يعني تو ميجر، يعني اللي انت بتقيس تو ميجر بي اتش ان نمبرز، يعني بيقيس البي اتش بارقام، يعني كانه بيطلع كوانتيتي كميه ل ذرات او للبروتونات الموجوده في السوليوشن ده، وبيحسبها كمان وبيطلع البي اتش من المعادله اللي احنا عارفينها زمان نيجاتيف لوجاريزم للاتش كونسنتريشن. يبقى لو سالك في الليتمس بيبر هي بتميجر البي اتش ولكن كواليتيتيف، يعني بتقول ويذر اذا كان الماده دي اسيد ولا بيز، ولو سألك في البي اتش ميتر هو بيميجر البي اتش ولكن ان كوانتيتي يعني ان نمبرز، تمام. بعد كده اخر سلايد بعض الاجهزة اللي احنا شفناها. اول جهاز ده اسمه يورينيميتر، وبيقيس الكثافة النوعية للبول. بنبقى محتاجين نعرف الكثافة النوعية للبول عشان نعرف اذا كان في جسيمات زائبة في مزودة الكثافة بتاعته، علما بأن الكثافة النوعية هي مقارنة كيلو جرام من المادة أو من السائل بكيلو جرام من المية. فلما أنت تشوف الكثافة بتاعة اليورين وتقارنها بكثافة المية، فلو كانت زايدة فأنت كده بتعرف أن في جسيمات دايبة في المية المفروض ما تدوبش، ولما تكون قليلة قوي فتعرف أن الجسيمات المفروض طبيعي تدوب في هذا اليورين في هذا البول مش موجودة، تمام. باختصار شديد ايه ده؟
يورينوميتر، ومن اسمه ده بيميجر الكثافة النوعية لليورين، والتفاصيل بتاعته هتاخدوها بعدين ان شاء الله. لما انت تشوف ده ايه، طبعا ما تنساش او انت مش هتنسى او مش هتتلخبط ان ده ميزان. فبيسألك الميزان بيتعمل بايه، طبعا بديهي جدا اللي هو تو واي الكيميتس. زي ما انت شايف بيبقى فيه شباك هنا كده، الشباك ده بيتفتح بتتحط فلتر بيبر، وبعد كده بنصفر الميزان ده، يعني بنقول له اللي هو يكنسل وزن الفلتر بيبر، عشان بعد كده لما نحط الحاجة على الفلتر بيبر يقيس وزن الحاجة بس. طبعا الجهاز ده بيقيس ان ميلي جرامز، يعني اوزان صغيرة جدا، وبالتالي بعد ما تحط الفلتر بيبر على مكان الوزن وتحط عليها الكيميكالز، ما تنساش تقفل الشباك ده، لان اي تغير في الضغط الجوي او اي شوية هواء ممكن يغيروا في الوزن. تمام. دي ديفايس، ده جهاز بنسميه سنترفيوج، جهاز الطرد المركزي، واللي من اسمه بيستخدم الريبالسيف فورسز او قوة الطرد المركزي الى انه يفصل الفلويدز الى شريطين او الى شرائط. الشرائط اللي بتكون كثافتها عالية بتبقى في القاع، والشرائط اللي كثافتها بتكون اقل بتبقى على السطح. يبقى separation of fluids معتمدا على كثافة هذه الفلويدز، زي بالظبط لما بتستخدم الغسالة والذرات والأتربة بتنفصل من الهدوم بتاعتك وتطفو فوق سطح الغسالة، نفس الفكرة بالظبط. الجهاز ده بيلف كده بطريقة يعني نمطية شوية وبسرعة كبيرة جدا، ومن خلال اللفة دي والسرعة دي بيعمل زي ما انا قلت لك كده فصل عن طريق الدينستي، عن طريق الكثافة. في جهاز تاني بيفصل ولكن عن طريق السايزز. تمام. ببساطة جديدة، لو انا عندي قطعة من الدي ان ايه عايز افصلها عن طريق الحجم، هذه القطعة مختلفة الحجوم، فبنستخدم الالكتروفوريسز، من اسمه كده فوريسز يعني مايجريشن، يعني هجرة وحركة، عن طريق استخدام الالكترو يعني الالكتريك فورس، القوة الكهربائية. القوة الكهربائية دي هي اللي بتفصل البروتينز على حسب احجام البروتين، وبتفصل قطع الدي ان ايه على حسب احجامها. ويعني احفظ بس الجملة دي دلوقتي، وبعد كده ان شاء الله هناخد بالتفصيل في الجيناتكس طبيعة وماهية عمل والميكانيزم اللي بيشتغل بيه الالكتروفوريسيس اباريتس، جهاز الجريان الكهربي. في حاجة كده بنسميها جيل كومب، اللي هو لما انت تشوف كده هو مشط. المشط ده بيستخدم في ايه؟ بيقول لك ان الالكتروفوريسيس ده عشان يجري قطع الدي ان ايه ويجري البروتين، فبيجريها في جيل. كويس. طريقة عمل الجل ده نفس بالظبط طريقة عمل الجل المنزلي، بنحط البودر في المية وبعد كده نسخن، وبعد كده بنسيب الجل ده يبرد، وبعد كده بنحط العينة. طب ادي الجل موجود قدامي، هحط العينة فين؟ يقول لك عشان كده في حاجة اسمها جل كومب. الجل كومب ده بينغرز في الجل وهو ساخن، ولما بنسيب الجل يبرد فبيعمل مكان البروزات بتاعته حفر. لو جينا شلنا الجل بعد كده هنلاقي ان الجل بالمنظر ده، الحفر دي مكان المشط. الحفر دي انا بنستخدمها عشان نحط فيها السامبلز والعينات اللي فيها البروتينات المختلفة وقطع الدي ان ايه المختلفة. يبقى لو سألك ايه ده، هتقول له جيل كومب، وبيستخدم في ايه، هتقول له اللي احنا بنعمل ثقوب، بنعمل ويلز، فتحات في الجل عشان نحمل ونحط السامبلز فيها. كده احنا خلصنا سيكشن النهاردة. سيكشن النهاردة بينقسم اجزاء زي ما قلنا. اول جزء اللي هو قصة السيفتي، واللي خدنا فيه الابيرنس والاتيتيود، شكلك عامل ازاي وسلوكك عامل ازاي، وخدنا كل حاجة كده بترتيب معين، يعني الابيرنس من الراس لغاية الرجل، الاتيتيود من اول ما انت بتدخل المعمل لغاية ما انت بتخرج من المعمل. بعد كده في قصة الجنرال ورك فلو وبعض الستيبس الشائعة في التجارب الكيميائية، ودي بتبدأ برضو من اول ما انت بتروح للبوتل عشان تاخد منها حجم،
لغايه ما انت بتخلص الاكسبيرمنت وبتغسل مكانك وبتنظف البنش اللي انت شغال عليه وبتغسل ايدك بالميه والصابون. بعد كده في بعض السيناريوز الطارئه اللي ممكن تحصل، وزي ما قلنا كلمه السر ميه، وزي ما قلنا كلمه السر لو واحد مغمى عليه اللي انت بترفع رجله فوق مستوى راسه. دايما بتسمع كلام الانستراكتور ولو في اي مشكله بتبلغه بيها. بعد كده تناولنا الانسترومنتس المختلفه وقسمناها تقسيمات زيها بالظبط زي اللي موجوده في الكتاب، ولكن يعني بشكل ممكن يعني يخليك تفتكرها اكتر. ده اول سيكشن، اشوفكم ان شاء الله السيكشن القادم. شكرا.